شرفنا أن نقدم لكم في هذا الدرس شرح عن طريق المحاكاة لظاهرة التكهرب مع الأستاذ صالح محمد. نتطرق في الجزء الأول إلى التكهرب بالدلك. لدينا ساق من الإيبونيت وقطعة من الصوف. قبل الدلك يكون كل من ساق الإيبونيت وقطعة الصوف معتدلين كهربائيا. أثناء الدلك تنتقل الإلكترونات من الصوف إلى ساق الإيبونيت. مثلنا الإلكترونات بشحنات سالبة، وكما نرى فهي تنتقل من الصوف إلى ساق الإيبونيت. بعد الدلك يكتسب ساق الإيبونيت شحنة كهربائية سالبة، لأنه أصبح لديه فائض في عدد الإلكترونات. أما قطعة الصوف فتكتسب شحنة كهربائية موجبة، لأنه أصبح لديها نقص في عدد الإلكترونات، أي أن الإيبونيت عند دلكه بالصوف وكذلك بالحرير أو القماش يكتسب شحنة كهربائية سالبة. أثناء دلك الإيبونيت بالصوف أو القماش أو الحرير تنتقل إليه الإلكترونات فيكتسب شحنة كهربائية سالبة. الشحنة الكهربائية التي يكتسبها الزجاج بالدلك. لدينا ساق زجاجية وقطعة من القماش. قبل الدلك يكون كل من الزجاج وقطعة القماش معتدلين كهربائيا. قمنا بتمثيل الشحنات الموجبة والشحنات السالبة على الساق الزجاجية وعلى قطعة القماش، وكما قلنا سابقا فقبل الدلك يكون الجسمين أي الساق الزجاجية وقطعة القماش معتدلين كهربائيا. أثناء الدلك تبدأ الإلكترونات في الانتقال من الساق الزجاجية إلى قطعة القماش. أثناء دلك ساق زجاجية بقطعة من القماش تنتقل الإلكترونات من الساق الزجاجية إلى قطعة القماش، فيصبح للساق الزجاجية عجز في عدد الإلكترونات، لذلك تكتسب شحنة كهربائية موجبة. أما قطعة القماش فيكون لديها فائض في عدد الإلكترونات فتكتسب شحنة سالبة. بعد الدلك تصبح الساق الزجاجية لها شحنة كهربائية موجبة، أما قطعة القماش فتصبح لها شحنة كهربائية سالبة. وفي الخلاصة نسجل:
أثناء دلك ساق زجاجية بالقماش أو الصوف، تنتقل الإلكترونات من الزجاج إلى الصوف أو إلى القماش، فيكتسب الزجاج شحنة كهربائية موجبة. في نهاية الجزء الأول هذا نقول بأنه أثناء دلك ساق من الزجاج بالقماش والصوف يعني يكتسب شحنة كهربائية موجبة. أما إذا دلك الأوبونيت بالصوف أو القماش فيكتسب شحنة كهربائية سالبة. نتطرق في هذا الجزء إلى التكهرب باللمس، ويحدث هذا عندما نلمس جسم معتدل كهربائي بجسم مشحون. نبدأ إذن الآن في التكهرب باللمس. الحالة الأولى لما يكون الجسم المشحون يحمل شحنة موجبة. في حالتنا نأخذ ساقا زجاجية وندلكها بالصوف أو القماش فتكتسب شحنة كهربائية موجبة، ثم نقربها من ورقة ألمنيوم ذات كتلة مهملة معلقة بخيط عازل. عندما تلمس الساق الزجاجية التي تحمل شحنة موجبة ورقة الألمنيوم، تبدأ الإلكترونات تنتقل من ورقة الألمنيوم إلى الساق الزجاجي. تنتقل الإلكترونات من ورقة الألمنيوم المعتدلة إلى الساق الزجاجية الموجبة، وهكذا تكتسب ورقة الألمنيوم شحنة كهربائية موجبة. أثناء انتقال الإلكترونات من ورقة الألمنيوم إلى الساق الزجاجية الموجبة، تكتسب ورقة الألمنيوم شحنة موجبة، ويتوقف انتقال الإلكترونات من ورقة الألمنيوم إلى الساق الزجاجية الموجبة عندما تصبح كلا الشحنتين أو كمية الشحنتين لكل من الساق الزجاجية ورقة الألمنيوم متساويتين أو نقول متكافئتين. وعندها يعني تصبح ورقة الألمنيوم موجبة الشحنة والساق الزجاجية تبقى كذلك تحمل شحنة موجبة، فيحدث تنافر بينهما أي تبتعد ورقة الألمنيوم عن الساق الزجاجية. فهكذا كما نلاحظ أن ورقة الألمنيوم اكتسبت شحنة الزجاج. في الحالة الثانية نلمس ورقة الألمنيوم المعلقة بخيط عازل بواسطة جسم يحمل شحنة كهربائية سالبة، ونحن أخذنا ساقا من الإيبونيت وقمنا بدلكه بقطعة من القماش فاكتسب شحنة كهربائية سالبة. إذن سنلمس بساق الإيبونيت السالب الشحنة ورقة الألمنيوم. كما نلاحظ تنتقل الإلكترونات من ساق الإيبونيت السالب الشحنة إلى ورقة الألمنيوم، وهكذا تكتسب ورقة الألمنيوم شحنة سالبة. أثناء اللمس تنتقل الإلكترونات من ساق الإيبونيت إلى ورقة الألمنيوم فتكتسب ورقة الألمنيوم شحنة كهربائية سالبة،
ويتوقف انتقال الإلكترونات من ساق الإيبونيت السالبة الشحنة إلى ورقة الألمنيوم عندما تصبح كمية الشحنتين لكل من الساق الإيبونيت وورقة الألمنيوم متكافئتين. هكذا نرى أن كل من ورقة الألمنيوم وساق الإيبونيت أصبح يحملان نفس الشحنة الكهربائية، فيحدث تنافر بينهما فتبتعد ورقة الألمنيوم عن ساق الإيبونيت. وفي الخلاصة نقول أنه إذا لمس جسم مشحون جسم معتدل فإن هذا الأخير يكتسب شحنة الجسم المشحون، ونقول أنه أثناء التكهرب باللمس يكتسب الجسم المعتدل شحنة الجسم المشحون. ويمكن توضيح ذلك كالآتي: فإذا كان الجسم المشحون له شحنة كهربائية موجبة فإن الإلكترونات أي الشحنات السالبة تنتقل من الجسم المعتدل إلى الجسم المشحون الموجب الشحنة الكهربائية. أما إذا كان الجسم المشحون له شحنة كهربائية سالبة فإن الإلكترونات تنتقل من الجسم السالب يعني الجسم المشحون إلى الجسم المعتدل، ويصبح هذا الأخير يحمل شحنة سالبة. في هذا الجزء الثالث نتطرق إلى التكهرب بالتأثير، أي شحن جسم معتدل عن بعد. إذا قربنا جسم مشحون يحمل شحنة كهربائية موجبة من جسم معتدل كورقة الألمنيوم مثلا، نلاحظ أنها تنزاح أي الورقة نحو الجسم المشحون، وهذا للسبب الآتي: فأثناء تقريب الجسم المشحون بشحنة موجبة تنزاح الشحنات السالبة وهي الإلكترونات إلى الجهة الجسم المشحون، فتنجذب ورقة الألمنيوم نحو الساق الموجبة الشحنة. وهكذا نلاحظ أن ورقة الألمنيوم أصبحت تحمل في الجهة المقابلة للجسم المشحون شحنة سالبة وفي الجهة المعاكسة شحنة موجبة، وكما نعلم بين الموجب والسالب هناك تجاذب، فتنجذب ورقة الألمنيوم إلى الجسم الذي يحمل شحنة موجبة. أما إذا قربنا من ورقة الألمنيوم جسم يحمل شحنة كهربائية سالبة، فأثناء تقريب الجسم السالب نحو ورقة الألمنيوم تنزاح الشحنات السالبة وهي الإلكترونات نحو الجهة المعاكسة للجسم المشحون، يعني تصبح جهتي ورق الألمنيوم كالآتي: في الجهة المقابلة تماما للجسم سلبا تصبح موجبة، والجهة الأخرى تصبح سالبة، وهكذا يحدث تجاذب بين الساق السالبة وورقة. في الأخير نقول أن هذا عمل